السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة الأخوات، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ نتمنى إن شاء الله الفيديو ديالي يلقاكم في كامل الصحة والعافية، وتكونوا كاملين إن شاء الله في أحسن الظروف. اللي فرحان الله يكمل عليه، واللي مريض ولا في شي ضيق الله يفرج عليه. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي ندير معكم هاد الحريشات، هاد البنات حريشات حريشات بالسميدة العادية الرقيقة مع السميدة ديال الذرة، كيجيو روعة في المذاق البنات. شي حاجة اللي مختلفة على الحريشات العادية اللي كنديرو بالسميدة أو تندير معاهم الزيتون أو بهاد المكون اللي ضفت ليهم ديال الذرة، كيجيو غزلانة البنات وصحيين. واش عليكم البنات، نخليكم مع المقادير. على بركة الله البنات، المقادير اللي غادي نحتاجو، غادي نحتاجو واحد 500 غرام ديال السميده، السميده ديال الحرشه رقيقه عاديه، كلشي تيعرف السميده ديال الحرشه. 500 غرام، هنا 300، هنا 200 غرام. غادي نحتاجو السميده ديال الذره البنات 200 غرام، كما كتشوفوا السميده ديال الذره 200 غرام كما قلت لكم البنات. غنحتاجو القياس كل وحده على حسب الذوق ديالها ديال المليحه، كل وحده غدير القياس ديالها اللي على حسب الذوق ديالها. غادي نحتاجو معلقه كبيره ديال السكر سنيده، غادي نحتاجو واحد الساشيه ديال الخميره، غنحتاجو كذلك كاس ديال الزيت، زيت بلديه. هنا البنات راه معبور بكاس العنبه، غير درتو في هذا الكويس، هذا كاس العنبه ديال الزيت، زيت بلديه بطبيعه الحال. وغادي نحتاجو الماء، الماء البنات ولا الحليب، اللي عندها الحليب تعوض بالحليب. الماء عادي، غير الماء ديال الروبيني عادي، ما سخون شي، ماشي دافي، ما بارد عادي. على بركة الله غادي نبداو الوصفة ديالنا. اول حاجة غادي نضيفو النواشف البنات، السميدة ديالنا، نضيفو السميدة كما قلت لكم 500 غرام. البنات اللي بغات غدير قل، غدير غتقسم المقادير اللي حطيت. انا بغيت ندير شوية الحريشات بالزايد باش يقطو لي شوية اليد. غنزيد السميدة ديال الذرة 200 غرام، نعاود معكم المقادير. غادي نزيد معلقه ديال سنيده، الملح حسب الذوق، كل وحده عينها ميزانها. انا هنا تقريبا معلقه صغيره، كاين اللي كيبغي يصوب الماكله تجيه مالحه، وكاين اللي كيبغي غير يصحح الذوق وصافي. غادي نضيف الخماره، هنا البنات معليش واخا تكتلات الخمار هكذا غادي نولو يمسبس الاخر بالزيت. هنا البنات غنحاولو نخلطو هاد المقادير كاملة هكذا الناشفة، نحاولو باش يندمجو لينا هكا. تخدم يدي البنات باش هاد الحليبات ديال تما، من الأحسن غربلو الخمارة، أنا متصحابنيش غادي تخرج لي هكاك، من الأحسن غربلو الخمارة حتى هي باش يتحيدو لها هذا، ولكن غنبقى معها هكا حتى نحلها. دابا البنات غادي نزيد نضيف الزيت، غادي نحاول غادي نبسبس بهاد النواشف هكذا. بسم الله، ندير هاد الكويس كامل البنات. حريشه كتجي لذيذه 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 رائعه البنات، جربوها. نحاول نبسبس هاد السميدة كاملة البنات هكدايا، لي كتجي لديدة، الحريشة كتجي لديدة بالأخص ملي كتزاد مع هاد السميدة هادي ديال الذرة، شي حاجة اللي هي صحية وفي نفس الوقت كتجي لديدة. صافي هكذا البنات، هي تبسبسات لنا الحريشه ديالنا السميده. دابا غير السميده اللي تجمعات، مازال ما ولاتش حريشه. دابا البنات غادي نضيفوا الماء، كما قلت لكم اللي عندها الحليب باغا تجمعها بالحليب، جمعها بالحليب كان افضل. ما كاينش الحليب ما متوفرش، جمعها غير بالماء، الماء عادي ضروبيني. بسم
الله. الماء البنات ديروا بالقياس، هي غا كتحتاج الماء كما كتعرفوا الذره تيحتاج الماء. نبدا نديروا القياس شويه بشويه حتى نشوفوا القياس اللي بغينا نوصلوا ليه ديال الماء، باش ما تجيناش مميها بزاف، وفي نفس الوقت خصها تجي شاربه الماء مزيان. كما قلت لكم الماء تيحتاج، عفوا الذره تيحتاج الماء، تيشرب هو الماء بزاف. البنات ما غنعجنوش هي هذا الاخر، غير نحاولوا نشربوها الماء وصافي، يعني ما تعرفوش هي السميده بين يديكم وتتعجن. هي كنحاولوا ندخلوا لها الماء، انتما كتشوفوا الشكل ديالها البنات، القوام ديالها. واخا هكا غادي نزيدها شويه الماء، قياس الماء البنات انتما كتشوفوا فيها الماء شويه بالزايد هكذا. الماء نخليها البنات نخليوها واحد 10 دقائق هكذا تشرب لنا، ونرجعوا ان شاء الله نشكلوا الحريشات ديالنا. نحاولوا نخلطوا مزيان، انتما شفتوا القوام ديالها البنات، الشكل ديالها كي داير هكذا، فيها الماء شويه بالزايد. غادي نخليوها دابا هكذا تشرب شويه ترتاح. كما قلت لكم بعد ما خلطناها غادي نغطيوها بالبلاستيك الغذائي او نغطيوها بشي منيدل ونخليوها تشرب لواحد 10 دقائق على ما نوجدوا المقيله ديالنا والسيركل باش كنصوبوا. هنا البنات الخليطه ديالي بعد ما غسلت يدي ذاتي، وجدت المقيله، وجدت داك المول باش غنخدم الحريشات ديالي، طير فيه السميده فين غادي نحرب لهاد السميده. هانتوما كتشوفون بعد ما تشربات هذا الشكل ديالها، لان البنات الا كنت غادي تجمع في الكونجيلاتور اولا راه خصها تكون شويه رطبه باش ما ديش كتعرفوا الذره كيشرب مزيان الماء وباش ما تجيناش قاصحه. هانتوما شفتوا الشكل ديالها بعد ما تشربات، دابا ان شاء الله غادي ندوزوا للتشكيل ديالها. هنا البنات كما قلت لكم بعد ما تشربت الماء الحريشه ديالنا الخليط ديالنا تشرب الماء اللي درنا فيه الماء او الحليب على حسب نتوما شنو باش غادي تجمعوا. غادي وجدنا طير او اناء نتوما ديروا فيه شويه السميده هكذا فين غادي نصوبوا هذا الاخر. غناخذوا هذا المول هذا اللي عندها، اللي ما عندهاش هي تصوب غير بيديها، تحاول تقادهم بيدي. هذا المول هذا باش غادي نعاود باش يجيونا الحريشات ديالنا مقادين وقياس واحد. وبطبيعه الحال المقيله دي وجده كما كتعرفوا، كلشي عارف المقيله ديالنا الحديد، المقيله ديال الحديد راه بارده البنات، كنصوبوا فيها هي بارده على بركه الله. نبداو في التشكيل ديال الحريشات ديالنا، تناخذوا جهه واحد الكره صغيره البنات، ما نكبروهمش لان غادي الحريشات ديالنا غادي تنفخهم. وعلى حسب نتوما واش بغيتوهم يجيو شويه مبطعين ولا شويه. نديروا شويه السميده لتحت على المقيله ديالنا صافي، وناخذوا من بعد ما كملنا التشكيل ديالهم البنات غادي نشعلوا على المقيله ديالنا النار متوسطه، وباش يتبنى على المهل باش ما يتحرقوش. البنات ملي يشوفوا مقبطوا راسهم شويه نحن نقلبوهم نشوفوا الا كانوا تحمروا، اللي تحمرات نقلبوها، اللي مازال نخليوها تاخذ اللون اللي هالشكيله ديالهم لهنايا. قلبوا وحده بوحده نشوفوا واش خداو، هذه بركه عليها. الوي ديالهم البنات، هادو اللي مازال نخليهم حتى المهم حتى عينكم ميزانكم حتى تشوفوا نتوما اللون اللي بغيتوا تاخذوا في الحريشات ديالكم. قلبوهم على الجهه الثانيه باش ياخذوا اللوين ديالهم. الحريشات ديالنا البنات جاو روعه صغيورين تيولين رطيط بين البنات، ماشي داك الحريشه يابسه.
هنا البنات الدوره الثانيه ديال الحريشات ديالي بقى الا كتكون سخونه ردوا بالكم. هاد المولد غيبدا تحيدوه باش ما يسخنش في المقيله ويحرقكم. دابا ولا عليك واخا المقيله سخونه نحطوا فيها الحريشات ديالنا، غير ردوا البال مع هاد المول هذا باش ما يحرقكمش، يعني حاولوا تكون يديكم شويه خفيفه. هنا هاد القياس البنات، هاد القياس خرج لي 11 حبة، 500 غرام ديال السميدة و 200 ديال السميدة ديال الحرشة و 200 غرام ديال السميدة ديال الضرب، خرجت لي 11 حبة بهاد القياس هذا. كما قلت لكم حاولوا بالنسبة ملي تجيو تشكلوهم تسربيو الديكور، بدا تحيدوه ما تخليوه شايف على المقلة باش ما يحرقكمش. صافي بقات لنا هاد الحبات الثانية، الحريشات ديالنا طلعو غزلان فنين، قياس واحد. هذا هو الشكل النهائي البنات، الشكل جا غزال، المذاق ومنظر ما شاء الله، جاو رطبين رغم ان فيهم السميدة ديال الضرا، يعني كما كيعلم من الجميع كتجي الحاجة ديال الضرا كتجي شي ناشفة، ولكن مع الماء اللي درت بالزايد ما شاء الله جاو فنين جاو غزلان. نتمنى تجربوهم البنات وتردوا عليا الخبر في التعاليق، وما تنساونيش البنات من اللايك ديالكم والتعليق الزوينه، واللي مشتركه تشترك، واللي كتشوف القناه ديالي لاول مره طبيعه الحال عجبها المحتوى ما تبخلش عليا بالاشتراك ديالها وجيم وكومونتير مزيان. ما بقى لي غير نودعكم ونقول لكم خليتكم على خير، حتى الفيديو اخر ان شاء الله، دمتم برعايه الله.